طبعا السيارات هذه رايحة لجمهورية مصر العربية. طماع ما في زين، نص ريال كفاية، يلا عش أربع ريال الحين. أنت مو اللي يجي في قص رقبة، ها أول زين. وخلط يا مخلط. طبعا ميزة الشاحنة أنها مرتفعة، فالمناظر اللي يشوف سايق الشاحنة أكيد تكون أجمل وأوضح عن اللي يشوفها صاحب السيارة الصغيرة. طبعا جولة خفيفة، نشتري راشن، خضار، فواكه وأسماك، لحوم. طبعا تعبت دبة سيارة هني، وهنا قدام أغراض الطبخ والخضور والبهارات، باقي شوية أغراض بعد. طفيت الحريق، حبل ترانزيت وحط ترانزيت و صندوق العدة. أهم شيء لا تجيب الفوضاويات هذه. لا شو الفوضى؟ ها شو الفوضى هاي؟ سلام على الريحة. الله تو تفتحت صمامات المخ. يلا مشينا. السلام عليكم، مساء مساء على الناس الكويسة. يلا حي الربع، شو اخباركم؟ طيبين، يعطيكم العافية. سفرة جديدة، متعة جديدة، مغامرة جديدة، واكشنات جديدة، بس مو بالسيارة هذه ولا باللوبد، اي البيش شيء جديد بهذه. يا سلام، اليوم بالناقلة، اليوم رحلتنا بالناقلة بإذن الله تعالى. هذه آخر سيارة وصلت، الحين بنحملها وبنشبك علال وبنتيسر بإذن الله تعالى. دعواتكم لنا بالتيسير. بسم الله. بسم الله. لوين الوجهة؟ بنعطيكم التفاصيل فيما بعد بإذن الله. طبعا جولة خفيفة، نشتري راشن، خضار، فواكه وأسماك، لحوم. أخذ الأسماك. ها؟ جيب 2 كيلو. دور الأجبان والمخللات، ها؟ زين اوكي ما مشكلة. بس. اشترينا شوية أغراض والحين صوب علال. شغلانة. كل السامان فوق بعضه. طبعا من اصعب الامور لما انقل من اللوبد للناقله لازم انقل كل الاغراض. ونقلنا عده البنشر والجيكات، والحين صار لازم ننقل عده الطبخ والطباخه وجره الغاز. شغلانه من اصعب الامور هذه. يا الله جلس نقل من هذا لهذا، يعيننا الله. يلا سهالات سهالات بإذن الله. طبعا تعبت دبة سيارة هني، وهنا قدام أغراض الطبخ والخضور والبهارات، باقي شوية أغراض بعد. طفيت الحريق، حبل ترانزيت وحط ترانزيت و صندوق العدة. أهم شيء لا تجيب الفوضاويات هذه. لا شو الفوضى؟ ها شو الفوضى هاي؟ يلا نزلة نزلة مشينا. يلا مشينا مشينا. ابشركم خلصنا ملايمين الاغراض، لكن ما ظني صندوق السيارة بيسكر، ما في. اسمع مشكلة، يمشي مشوارنا بسيط. رايك كذا ما عليه باس ان شاء الله.
الحين صار وقت نشب علال نشبقه مع تريلة. بسم الله. يعني شبكنا علال على ناقلة وركبنا الوايرات وبيبات الهواء، الحين صار نرفع الجيكات. والله يا ربع بيحتاج لنا مغسلة، السيارات هذا صار لهم فترة في الناقلة مطولا والله، لحد ما جهزت السيارة الأخيرة فمغبرات، فصار إجباري نوديهن المغسلة نغسلهن وبعد كذا نتوكل على الله. ما أدري هل بيمدينا اليوم ولا نأجلها للفجر، نشوف الوضع. ابشركم تيسرت الامور، اتصلت بالعربان وقالوا لي جيب السيارات ان شاء الله يكونوا فاضيين. فاضيين بسم الله بسم الله. خلاص شغل؟ كيف حالك؟ مظبوط؟ الحمد لله. كيف حالك؟ لا ما يريد راس، يريد مشان سيارات، يريد نص غسيل. نص غسيل يريد، 8 سيارة نص غسيل. زين؟ مالك متشاور؟ وين نور؟ عمر؟ شو أكل؟ ترتيب كان؟ قدام ولا كفاية؟ قدام؟ هذا بس مني بس غسيل؟ فوق تحت غسيل. هذا نزل لا؟ ما يريد نزل، فوق شمشم غسيل. ليش نزل؟ هذه حلقة ما موجود. حلقة موجود، لازم كبرة. لازم ترتيب. يلا قدام ولا بس كفاية؟ مالك متشاور؟ يلا زين ولا قدام شوي؟ شوف سوق سيارات، شوف شوف سيارات فوق حبيبي. ها فوق بعيد سيارات؟ ها ويش؟ سيارة بعيد فوق سيارة؟ يمشي؟ روح بس بسم الله. غسيل مظبوط؟ ها بسم الله. طماع ما في زين، نص ريال كفاية. يلا عش أربع ريال الحين. تم ولا يجي في قص رقبة؟ ها أول زين. يلا بسم الله بسم الله. روح عمرة ما شاء الله. سيم سيم فاميلي ما شاء الله، مبروك الله يتقبل منكم. متى أروح؟ خلاص خلاص. ها كم الحين شهر؟ 15 يوم الحمد لله ما شاء الله. 15 يوم عمر. روح سيم سيم عمر. أول يوم عمر. أول روح ما شاء الله الحمد لله، الله يتقبل منكم. الله انهم مغبرات يا الربع. والله كلهن غبرة، صار لهم فترة. ايها عاشوا يا شباب، عاشوا يا شباب. كفو كفو مظبوط. برافو ديشي. مزبوط مزبوط. عاش الذيب عاش. كفو.
عشا بطير عشا بطير ما في نوم دهان عماد يسوي لنا الربع دهان عماد بس مشي حالك اهم شيء هالغبار تفوز منهن والله هالقط شكله مضيع امه يا الربع وين على وين يا الحبيب وين وين اخوانك شو روح معي تخاويني ما لي ربيع زين قاعد تخاويني يلا وين الشنطه يا ابوي هات حقيبتك ومشينا بنت خاوة هذا مصدق والله يا الحبيب امزح والله اني امزح والله والله اني امزح نعم ما بشلك معي لا جواز لا تأشيرة معك بتبلشنا لا روح الان مع السلامة والله يا هذا نشبه ما تنعطى وجه انت شكلك يا الحبيب ما عندك جواز انت وين ويا ويا وين ما في جواز معك لا جواز لا تأشيرة ما يستوي الدنيا ما فوضى يلا اسوي لك جواز بعدين خاويني زين يلا مع السلامة ابو طير جاهز عشاء انا جاهز شو ترتيب ترتيب سمك سمك في الليل بالليل والله انك ذيب سمسم ايش ايوه اوه حركات ما شاء الله اوه 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 هذا نقنق هذا نقانق ايوه بعد دوب قال لي تاكل نقانق ايوه يا ربي ما في مضبوط نقانق عظم خربان يجي بعدين من هذا اكل نقانق نور اكل نقانق نور بعد اكل بعد اكل نقانق أيوة. هذا نور خربان يجي خلاص ها نور خلاص مضبوط خلي صفاي تريلا صفاي تريلا اكيد هذا انا روحت عنهم اصلي العشاء ان شاء الله نضبط الوضع يلا مشي مشي اهم شيء تكون ذيك الغبار ابو قبل فيهم يريد عبي خزان 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 خلي يفول ماي يجي ولا ما مسكرين عليه ما يجي الله يتوقع انه فيه خذ خزان الراس ايضا مليان خزان الراس اللي فيه ماي فيه مو طيب ان شاء الله ما يكشر صباي كله كشره هذا ايوه خليه مضبوط صباي ثاني جنب ثاني جنب طبعا جاري تعبيت الثلج شوفوا ذيبان الله يعطيك العافية طبعا هاي ثلاجة صغيرة ما تشيل وايد يمكن تشيل قالبين ونص كم يوم تتوقعوها هذه تجلس؟ يا الله نسمع توقعاتكم اكتبوا في التعليقات كم يوم تتوقعوا الثلج يظل؟ طبعا اللي يسأل ليش تستخدموا الثلاجات هذه لحفظ الأطعمة من خضار فواكه لحوم أي شيء نحطه هنا مويه في شويه وماي أيضا مويه ليش مويه؟ هو هذا بزوره ينبس أيوه أيوه أعطيه ماي ما يريد كشره داخل كشره ما يريد هذا ولف موجود ولف أمسك صغير هذا وسط نحط أسماك كذا داخل لحوم خضار فواكه
اجبان كل شيء نحطه داخل الثلاجه ويظل فتره ترى يظل فتره بس كم تتوقعوا كم يوم؟ يلا نشوف تعليقاتكم يا الربع. صفو صفو يا زين. نص نص برش. ريد نص برش. اوكي؟ ايوه نص برش عاد. علشان خلي ما تشي بعد. نص برش عاد. عشان نغلق الفتحات وتتعبى الثلاجة مقبول. لما تغلق الفتحات يظل شو اسمه فترة أطول. طبعا شوفوا هني في شو اسمه في فراغات ما رصنا صح، المفروض انه يرصها صح على اساس انه يطول الثلج معنا. طبعا بعد كذا ننزل هذه ونصف الاكل هنا. طبعا هذه لانها صاج حديد فما يصلح في انه اللوبد معاي ستانلس ستيل مسوي له افضل شيء صراحه ما يصدي، هذا يصدي. طبعا الحين بشيل الاغراض اللي في الثلاجه الداخليه هذه، خضار خس سمك شو موجود بشيله وبحطه ورا افضل. هذه بحطها للماي فقط ويمكن احطها للاجبان. بسم الله. هذا الخضار والله ناشفة. بسم الله. يبقى لها شغلان. بسم الله. شيل نحطهن ورا. حبيبي ما تشي ما تشي موجود. صبر صبر ما تشي ترتيب. خليهم يدفنوه، افضل اجراء انه تدفن السمك في الثلج. خلي ما تشي بعدين سوي ثلج ايس فوق. اوكي؟ هذا فوق اكسل. ايوه بطل بطل كيس بطل كيس. في كيس داخل غير. طبعا اخذنا سمك سلمون واخذنا روبيان. هذا روبيان. كاميرا. هذا روبيان. وهذا سمك السلمون. خلي سمسم كيس سمسم كيس الحين. ايوه. هذا كيس سي ما يرمي هناك. اوكي شيل شيل اشيله انا. اوكي خلي مني. ايوه بعدين ايس خلي داخل. ما يريد داخل منك بعدين بتورطني انت. خلي مني. عشان بعدين يقدر يشيل جلدي، ما يريد زياده مشكلة. اوكي ثاني سمك خلي مني. ايوه الحين خلي فول مشان ايس. قشط. ايش يا ذيبان؟ خله متروس. طير فيه. هفسه السمك هفسه. هذا ما شغلته ذا غشيم. عاملنا هفسه السمك. هذا المفروض يكبها بالعربانة بعد كذا يبدا يحط منه على الثلاجة، اما هاي الهفسه اللي سواها الله يصلحها هرفس بالسمك بعد يدوسه بيدي يعني. الله يصلح. خلي سيده خلي سيده. اوكي خلي سيده. اوكي ايوه خلي سيده سوي خلي سيده. ايوه عشان بطل هذا. اوكي زين خلي داخل مضبوط. قشط. الا جيت يدينا مسكين. ايوه يساوي بعد كذا على اساس انه الطابق اللي فوق ننزله سيده على الثلج ونحط الاغراض الباقيه. الخضار الفواكه الاغراض الثانيه ما تحتاج مباشره على الثلج. هذه فوق طابق هذا. اللحوم لازم مباشره على شو اسمه على الثلج. بعدها مني مني شويه. هذا ايس خلي قدامه عشان ينزل صح. سم هذا بطلهم الكيس وقام يحطه كذا. ايوه شويه 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 خلي يريد تسرع. صبر اسمك بس بالدنيا. صبر دقيقه خلني اجيب ثاني كيس. تسرع كيس. ايوه مزبوط. بسم الله. باقي هذا تسرع كيس. بس كفايه كفايه.
بسم الله. ايش زين، خفف الزحمه عن الثلاجه الداخليه. بيض الله وجهك. شكرا مزبوط، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طبعا ابشركم يا الربع، عبينا ثلج وغسلنا السيارات وضبطنا الوضع وزينا الامور، بس والله اني متشاور اطلع الحين ولا اطلع الصباح الفجر. صارت الساعه 48 دقيقه، والمشكله اني بجي طريق الرستاق عبري، وهذا الطريق سيد ورون سيد، طريق جبلي، وبالذات ليله الاحد زحمه، اغلب الشباب يداوموا الى مسقط، فطريق شويه صعب بالذات الوقت هذا. ف كأني ملت اني ارجع البيت، ابيت البيت ان شاء الله على الفجر الساعة 3-4 اتمشى على حبة ونص. والله كأني ملت للشور هذا، ولا وش رايكم؟ خيوم يكون زحمة وطريق جبلي وسيد ورون سيد، يعني الوضع صعب. فكني والله برجع البيت شكلي، دام ضبطنا الوضع وجاهزين بكرة دق سلف ومتيسرين بإذن الله تعالى. طبعا رجعت يا الربع مرة ثانية لموقع اللوبد. ليش؟ لأن الإطارات سبير ما عندي إلا واحد. المرة الماضية إطار واحد انفجر والرنج راح، فبركب إطار هنا، إطار ثاني بجيب من لوبد، لأن اللوبد فيه إطارات سبير ما في الا واحد، واحد ما يكفي، مشواري طويل والجو حار، فمن باب الاحتياط بشيل اطار واحد زياده، وربكم ييسر باذن الله. الحمد لله ركبت السبير الثاني، هذا الاول وهذا الثاني. طبعا عذبني شوي المكان ضيق هنا، وفي برغيين هناك داخل لازم اركب عليهن مضبوط، والمكان ضيق فشويه ها عذبني شيء بسيط، بس الحمد لله ضبطت الامور، الحين برجع البيت ان شاء الله الامور سهلات. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اجهل او يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ادفع عنا السوء بما شئت وكيف ما شئت يا رب العالمين. بسم الله توكلنا على الله، بداية الرحلة. وطبعا مثل العادة قمت متأخر، ولكن الأمور سهالات بإذن الله تعالى. البارح والله نمت متأخر صراحة، كانت عندي شغلة ما قدرت أنام قبل أخلصها، فنمت متأخر لذلك قمت متأخر، لكن الأمور سهالات بإذن الله تعالى. وصلنا إلى الرستاق دول المشتاق. طبعا من الأشياء اللي نعانيها في سياقة الشاحنات هي الدواوير الصغيرة. أحيانا مثل عندك في الرستاق في دواوير صغيرة، فمثل هذه الناقلة، ناقلة طويلة يعني 21 متر، فلما ندخل في الدوار ضيق إجباري ناخذ حارتين، الحارة الأولى والثانية، ولكن تحصل أصحاب السيارات الصغيرة ينزعجوا وهرنات. وليش يا حبيبي؟ لسلامتك انا اخذ حارتين، لان لو دخلت حاره واحده على المنحنى مباشره السياره التريلة تزحف بجهتك، فبتعدم لك السياره، على اساس اني ما اعدم لك سيارتك انا اسكر عليك من بدايه الطريق، من بدايه الامر، على اساس ما اسبب لك كارثه. ولكن للاسف طبعا هي الطريق عبري، ولكن للاسف البعض ينزعج وتشوفه هرانات و ليش يا الحبيب وسع صدرك الله يبارك فيك. بعض الاشخاص شوي مشكله ما اشوف مثل هذا الحين يزمر. ليش يزمر؟ هناك في منحنى انا معي،
اجباري ابعد عنه ولا بضرب في الرصيف. ها سلامات، شو صاير معك؟ منزعج ليش اني اخط شوي؟ طيب في معك مجال هناك وشارع فاضي يا الحبيب، خذ لك مجال. الطرق الضيقة والمداخل الضيقة تجبر صاحب الشاحنة انه يعني يطلع من المسار تبعه شوي، على اساس انه ما يأدم الطرقات ويأدم السيارات المجاورة، او انه يأذي سيارته او يروح الكفرات عليه، لان الاطار او الكفر لو لحق في الرصيف راح الاطار، فاجباري يزيح شوي الجهة الثانية. ولكن الاشكالية ان البعض ما يقدر المسألة هذه، فتحصله ينزعج. ليش انت داخل علي؟ لمصلحتك انا داخل عليك واسكر عليك الدوار. طبعا وصيتي لجميع اللي يتابعني، لا تدخل مع شاحنة في دوار، بالذات اذا كان الدوار ضيق لا تدخل معاها. شوف الشاحنة، تاخذ الشارع الثاني، ما بكيفه صاحب الشاحنة، اجباري. فانت خلك حذر، اسلم الك واله، خلك بعيد، لا تدخل معه. يعني دائما تحصل مشاكل في الدواوير، الشاحنة ضاربة في السيارة الثانية. طبعا هذه نهاية طريق المزدوج، بعدها طريق سيد ورون سيد، طريق حيوي جميل وخطر في نفس الوقت، بالذات فوقات الذروة. طبعا تمر على مناظر جدا جميلة، جريان أودية، مزارع، بساتين، جبال، أشياء جدا جميلة حقيقة. هذا الطريق جدا جميل وخطر في نفس الوقت، لذلك يعني البارح فضلت أني أبات وأطلع الصباح أفضل، لأن البارح كان مزحوم هذا الطريق. ليلة الأحد معروف أغلب الشباب اللي يداوموا مسقط يسلكوا الطريق هذا، فتحصله مزحوم وتجاوزات، وللأسف في بعض الأشخاص فيهم استهتار شوي. فالأسلم والأفضل إني جيت شو اسمه، جيت الصباح الحين على الراحات. والله ما أضبط لي فنجان قهوة يا الربع. لما تترك الخط فترة وترجع له تحس بنعاس ما تعودت، فتاخذ معك يعني يومين ثلاث على بال ما يتأقلم الجسم يعني للمسافات الطويلة أو المشي المتواصل في الشاحنة، لأن كل الفترة السابقة كنا مريحين، يعني شغلنا كله أبو 100 كيلو. من الحين لما تجي تمسك الخط الطويل تحس جسمك يباله فترة لحد ما يتعود. أبد هذا الطريق طلوع نزول محنيات وسيد رون سيد، في حيوانات سايبة، أغنام، في يعني منازل قريبة من الطريق هذا، في مدارس، في مشاة باعتباره. ف يعني الواحد يكون حذر. هذا طبعا صارت الحين الساعة 8:35 كذا الزحمة، عايل الساعة 6 كيف كانت، والبارح كيف كان. والله يبالني أضبط فنجان قهوة على هالمنظر الجميل يا الربع. سلام.
طبعا ميزه الشاحنه انها مرتفعه، فالمناظر اللي يشوف سايق الشاحنه اكيد تكون اجمل واوضح عن اللي يشوفها صاحب السياره الصغيره. ما شاء الله طريق كله تمر على قرى سياحية، مناظر جدا جميلة حقيقة. هذه الأودية أحيانا تكون فيها مياه، أما حاليا ما في. طبعا بحاول أنقلكم بعض المناظر اللي نمر عليها. طبعا اللي يزور السلطنة ضروري يزور الطريق هذا، بالذات أصحاب الدراجات أصحاب البايكات. يا رجل الطريق كله كيرفات، من أمتع ما يكون الطريق هذا. طبعا وصلنا الى بدايات عبري الواعدة، الامور كانت سهالة الحمد لله رب العالمين. صارت قريب العشرة، يبالنا 3 ساعات تقريبا، يبالنا 3 ساعات على بال ما اوصل على المنقذ. وقف اخذ لي شوية اغراض ناقصة من عبري واكمل طريق باذن الله تعالى. أشاركم وصلنا إلى عبري. طبعا هذه المنطقة جدا حيوية، جميع السيارات، شوف هذه رايحة اليمن، جميع السيارات اللي رايحة اليمن واللي رايحة السعودية واللي رايحة الخليج أو الأردن أو مصر أو السودان جميعها تمر هذا الطريق، فمنطقة جدا حيوية هذه. وصل المحل هذا، أخذ لي شوية أغراض وبرجع سريع سريع. طبعا هذا الطريق المؤدي الى منفذ الربع الخالي بعد عبري، طبعا المسافه 160 كيلو، يعني اغلب الخدمات ما موجوده عدا في تقريبا محطتين بترول، اما كل الخدمات موجوده في عبري. بعد كذا ما في خدمات عاديه، فقط يمكن اتوقع ما ادري هل في محلات، يمكن في محل واحد، لكن اللي باغي يعني بيت او باغي فندق او باغي يشتري اغراض من عبري طبعا. عاد كذا ما في الا منفذ البطحاء، يعني تقريبا 700 كيلو. طبعا كل الطريق سيد ورون سيد، نفس الطريقة هذه، طريق صحراوي شبه مقطوع. واخيرا طلعت من منفذ الربع الخالي السعودي. والله اني طولت هالمرة يا الربع، العادة ما ناخذ المنفذين كلهم على بعض 3-4 ساعات، والله المرة طولت يمكن 11 ساعة، والبترول ولا هليت. كنت صاف هنا وشفته بيطول هذا، قال يحتاج لساعة ونص ليفرغ الخزان، قلنا لا احسن نوجه المحطة اللي بعدها، محطة السوداني بعد 10 كيلو افضل، بدل ما اوقف هنا 3 ساعات على بال ما يفرغ الخزان ويعبو ذولا بطول. قلت بتحرك باذن الله. الحين الساعة قريب 11. وصلنا الى محطة السوداني بعد 10 كيلو تقريبا، لكن والله ان وضعها مريب يا الربع. كيف مريب؟ ما في سيارات، والله خايف يكون ما في ديزل.
الديزل ما ظل معاي ثلاث شرطات بس، كنا مشي 200 200 وشوي، بس انا مستعد للمجازفه والله، اذا ما في برجع المحطه الاولى، بس ان شاء الله يكون في. ما من العاده تكون المحطه فاضيه كذا ما فيها سيارات. والله ان شاء الله في، ان شاء الله. بسم الله. ما احب اعبي من المحطه هذه لانها كلها صبخة، بس اليوم والله اني مضطر، وان شاء الله يكون في. الظاهر في دعم الموظف هنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ موجود؟ ايه الا في امور طيبة الحمد لله. افضل بدل ما اجلس انتظر ثلاث اربع ساعات في الزحمة هناك، على بال ما يفضل خزان وعلى بال ما تعبي المجموعة اللي قدامي. ما ادري هو الواحد بس يدش المنفذ ينسى الاكل كله، صدقوني من وجبة الافطار ما اكلت شيء. يعني لا غدا ولا عشاء، الحين بسوي لي سلطة الروبيان. هذا الروبيان المملح بقطع صار وبثور مع الماي على اساس فوز الملوحه، وبحطه مع السلطه ومشي اموري لبكره شيء سريع. طبعا قطعت الروبيان صغار وبغسله مرتين ثلاث بالماء العادي لحد ما تخف الملوحه، وبعد كذا بسلقه في الطنجره. طبعا حاليا بقطع السلطة عبارة عن فليفلة وخس وخيار وملفوف وافوكادو وليمون وفلفل حار. طبعا من مشاكل تنقيل الاغراض من سيارة لسيارة ثانية اجباري لازم انا انسى شيء. اليوم اكتشف اني لوحة تقطيع ما موجودة، انا بالنسبة لي لوحة تقطيع شيء اساسي، لكن الامور هانت ان شاء الله بنضبط الوضع. طبعا قطعنا السلطة بنحط الحين شو اسمه الروبيان، قطع روبيان، بعد كذا بنعمل الافوكادو وبنحط الليمون وبنحط عليها شوية صلصات. طبعا قطعت الافوكادو الحين رشيت نعناع مجفف، زيت زيتون، بعدها يبقى الصوصات. طبعا بالنسبة للصوصات اي صوصات تحبها مع السلطة مناسبة ان شاء الله. طبعا ما حطينا لها ملح لان الروبيان يكون مالح، لازال في نسبة ملوحة، فما نعمل شو اسمه ما نضيف له ملح. وعلى كذا خلى الطيام خلط، جهزت وجبتنا الخفيفة. نسيت الخردل، خردل طعمه طيب في السلطة. وخلط يا مخلط. والله صار وقت النوم يا الربع، الساعة 2 صارت الفجر. كأني شوي تعبان مو زيادة. أنا ما شاء الله. لأنه لازم أدخل الرياض الفجر، في باقي قدامي عن الرياض تقريبا 800 كيلو، 800 كيلو خلال فترة النهار إن شاء الله على المغرب بقطع إن شاء الله. لازم ندخل الرياض على الساعة 12 بالليل أو 11 تقريبا، مسموح من الساعة 11 المساء إلى الساعة 6 الفجر، بعد كذا خلاص في منع. وقت النوم يا الربع، وقت النوم. يا الله صبح على خير، اشوفكم بكره ان شاء الله. بسم الله. يا الله يا صباح الخير.
يا صباح الخير يا ربع، يا صباح الطعوس الجميلة. شوفوا ما شاء الله، سلام. شوفوا على جمالية المنظر هذا. طبعا جاري اعداد كوبا من القهوة، صار وقت القهوة يا ربع. بسم الله. وين بسم الله. شايف المنظر يا الحبيب؟ سلام. سلام على الريحة. الله، تو تفتحت صمامات المخ. يلا مشينا. الا ما سولفنا لكم عن الحمولة هذه، عن هذه السيارات لوين رايحة. طبعا السيارات هذه رايحة لجمهورية مصر العربية، ولكن هل بنوصلها الى جمهورية مصر ولا بننزلها في نقطة معينة وبنرجع؟ خلكم متابعين. يا سلام سلام. طبعا هذا تتبع جهاز وإجباري يترصص السيارات، شبك بحبل ترانزيت ويترصص. شيك على سيارة سريع سريع صباح، متأكد من السيارات من نظام تحركات من مكانهن، بعد كذا نتوقف على الموضوع. بسم الله. نشيل الطبقة الزبالة. الشباب نايمين بعدين.